السلام عليكم، والله مسيكم بالخير يا جماعة. الفيديو اللي بشرحه اليوم عن جهاز نوكيا 800 توف. بهالفيديو ان شاء الله بعرض لكم اهم المزايا الموجودة في هالجهاز. خلنا نشوف محتوى البوكس. طبعا هذه الاغراض الموجودة في البوكس. عندك بالك الشاحن، الواير اليو اس بي، طبعا منفذ الميكرو حق التليفون، وعندك السماعة، وهذه مثل العلاقة تقدر تمسك فيها التليفون، وطبعا الجهاز. قبل لا افتح الجهاز خلني اعطيكم اهم المزايا اللي فيه. مقاوم للماء، مقاوم للغبار، محمي من السقوط مع تصنيف IP68. تم تصميم هالجهاز لمكافحة السقوط والغبار والرمل والماء، وحتى بعد مقاوم حق درجات الحرارة، يعني مثلا لو خليت عندك في الموتر ودرجة الحرارة عالية ما يسكر او يتبند، يعني هالجهاز يتحمل الظروف المناخية القاسية. وبطارية الجهاز طويلة الامد، تتم معاك فترة طويلة، يعني مو بيوم يومين، تتم معاك البطارية فترة طويلة، بس طبعا كلها على حسب استخدامك للجهاز. وزن الجهاز 161 جرام و 512 ميجا بايت رام، والمساحة التخزينية للجهاز 4 جيجا بايت، والفون بوك في الجهاز يتسع لأكثر من 1000 جهة اتصال، وفتحة الـ SD ميموري كارد تدعم الـ 32 جيجا بايت مساحة تخزينية تقريبا، وفي راديو في الجهاز، والكاميرا 2 ميجا بيكسل طبعا مع فلاش، وعندك فلاش يدوي موجود في الجزء العلوي من الجهاز، وقوة البطارية 2100 ملي أمبير. الحين بنفتح الجهاز وبنشوفه مع بعض. ونظام الجهاز نظام كاي او اس. الجهاز يدعم العديد من اللغات ومن ضمنهم اللغة العربية، وطبعا تقدر تشبك الجهاز بالواي فاي. مثل ما تشوفون فوق ان الجهاز يدعم كرتين سيم كارد، تقدر تحط خطين بهالجهاز. بتحصل في البداية في بعض النصائح، بنشوف بعض التطبيقات اللي يدعمها الجهاز. طبعا عندك سجل المكالمات، جهة الاتصال، عندك متجر التطبيقات، عندك جوجل ماب، عندك اليوتيوب، عندك جوجل اسيستنت مساعد جوجل، هاي تعطي الاوامر الصوتية ويستجيب لاوامرك الصوتية، لعبة السنيك، ويدعم الواتساب والفيسبوك، يحطين لك بالواجهة الرئيسية جوجل لو تبي تبحث الطريقة أسرع، عندك المتصفح الرئيسي وتويتر، وعندك الراديو FM. شبكت الجهاز على الواي فاي، الحين أقدر أتعامل مع معظم التطبيقات اللي تدعم الواي فاي، مثل مساعد جوجل يحتاج الواي فاي ترى. الحين بجرب بليز أوبن يوتيوب، يعني مثل ما تشوفون تعطيه أمر ويفتح لك اليوتيوب. تقدر بعد مثلا سالفة البحث لو تبي تبحث عن شيء، بس تقدر تعطيه الأمر وبيعطيك الأمر لو متاح، مثلا What time is it now. اعطيته امر جاب لي بعد الساعه واليوم والتاريخ بالضبط. حاليا قاعد اصور هالفيديو الساعه 6:06 دقائق الصبح يوم الجمعه، وهكذا التاريخ موجود قدامكم. خلينا نشوف اليوتيوب. طبعا تقدر تتحكم من الازر اللي عندك هني، ومثلا لو تبي تبحث عن شيء تم ضغطه هني عشان يشتغل عندك المايك وتطلب الشيء اللي تبحث عنه، مثلا برشلونه اند ريال مدريد. بحثت في اليوتيوب عن برشلونه وريال مدريد، جاب لي بعض التفاصيل والفيديوهات. مثلا خلينا نشوف الفيديو. لما تشوفون يا الربع، هاي فيديو عن مباراة برشلونة وريال مدريد، تقدر تشوف الفيديوهات من اليوتيوب عن طريق هالجهاز، ولا أروع صراحة. وتقدرون مثلا تعطونا بعض الأوامر مثل سيري في الآيفون، إنه مثلا اتصل حق فلان، تكتب رسالة حق فلان، بعد نفس الشيء. باختصار هالجهاز جدا عملي، ينفع كجهاز ثاني. الناس اللي محتاجة هالجهاز طبعا بيستانسون على هالجهاز. وهاي نهاية الشرح لهالفيديو، إن شاء الله لكم استفدتم الشرح، وطرش المقطع حق واحد محتاج هالشرح. يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله.